إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المباركون، بين يدي رمضان يحتاج الإنسان أن يقف مع نفسه ليهذبها وليأخذ بزمامها وليكبح شهواتها وتهجماتها على النفس والذات. ولذلك عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين يدي رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه، يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه من كل شيء قد يكون عائقا بينه وبين رضا الله. أي شيء قد تداوم عليه من المعاصي ولو تظنه صغيرا قد يحول بينك وبين الدخول إلى الجنة، وقد يغضب عليك الله تبارك وتعالى، وقد تواظب على معصية سنوات عدة فيختم الله عز وجل لك بها، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا عباد الله، النفس يجب علينا أن نأخذها بجدية وأن نجاهدها. ولذلك يجب أن نعلم أن كل مؤمن يجب عليه أن يحرص كل الحرص على مجاهدة نفسه وإلزامها بالحق والهدى، لأن كثيرا من النفوس البشرية كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى: أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، متبعة للهوى، ميالة إلى الراحة والكسل، سماعة لوساوس الشيطان الذي يوقعها في المعاصي. ولن يتم علاج هذه الآفات إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لعبده المسلم بأن يجاهد نفسه على الطاعة وأن يبتعد على المعصية. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، آخر آية من سورة العنكبوت، يقول فيها الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، يعني الذين جاهدوا فينا أي جاهدوا الكفار وجاهدوا أنفسهم كذلك، قال: بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. ويقول عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبلنا أي سبل ثوابنا. واعلموا يا عباد الله أن مجاهدة النفس لها صور عدة كثيرة قسمها العلماء باعتبارات ومتعددة، كلها تؤدي إلى طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن ذلك أنه على المسلم أن يجاهد نفسه على توحيد الله عز وجل، ولهذا أوجدنا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص ألا يدخل في شرك أصغر ولا أكبر، وأعظم ما ندخل فيه اليوم هو الشرك الأصغر الذي قد يأتي الإنسان وهو يطلب العلم، الذي قد يأتي الإنسان وهو يقرأ القرآن، الذي قد يأتي الإنسان وهو على المنبر، الذي قد يأتي الإنسان وهو يصلي بالناس أو يدرس الناس، الذي قد يأتي الإنسان وهو في حاجته إلى أهله فيصرفك الشيطان بالرياء والسمعة وتعظيم النفس والعمل للذات وغير ذلك من الخواطر والأمور التي تستحكم على القلب فتنحني بك إلى طريق آخر وتنحرف إلى طريق الشرك الأصغر وهو الرياء، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الذي يدب في الناس كدبيب النمل، فيدخل الإنسان في طاعة ثم ينحرف ثم بعد ذلك لا يكون داعية إلا لنفسه وينسى الله تبارك وتعالى، ويصبح الشخص الدعوة إلى الشخص هي أعلى ما يكون، أعلى من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ماذا يقول؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعلى هذا فقس في سائر الأعمال: صلاتك لله وحياتك لله ومماتك لله عز وجل، فلا تشرك مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا الله عز وجل يقول في الشرك الأكبر:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يعني هناك شرك نحن نقوم به ولا نعلم، تدخل فيه حظوظ أنفسنا، إذا سمعنا مدحا أو إذا شكرنا الناس أو أعطينا شيئا وانتظرنا كلمة طيبة من الناس، هذه كلها تبدأ في دخول حظوظ النفس، وهذه نسأل الله السلامة والعافية. ذكر فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حديثا عظيما بين فيه أن ثلاثة من الناس هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم قارئ للقرآن يقرأ من أجل أن يقول الناس قارئ، ومنهم إنسان يعلم الناس ويذكر مسائل العلم وغير ذلك من أجل أن يقول الناس فلان يبهر، يعني يتكلم ليبهر لا يتكلم ليهدي، إنما تكلمه من أجل أن يبهر الناس. هذا الإنسان قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال عالم، يعني حتى يقول الناس عنده علم ما شاء الله، مادة علمية متأصل دروسه فيها غير التأصيل والمواد العلمية والفوائد وغير ذلك. هذا هو المنتظر منه الذي ينتظره عند الناس، فيقول الناس، فيأتي يوم القيامة يقال له أنت طلبت العلم، باش يقول الناس عالم، خلاص قالوا الناس في الدنيا ما عندك شيء، فيؤمر به فيجر إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وثالث يعطي من المال حتى يقول الناس فلان سخي وفلان جواد وفلان ما شاء الله، يعني من أجل الناس فقط. فهذا الإنسان والعياذ بالله كذلك يأتي يوم القيامة ويقال له قد أنفقت وأعطيت حتى يقال فلان ما شاء الله جواد وقد قيل في الدنيا، ثم يؤمر به فيلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الشرك أمره عظيم، لذلك يقول الله تبارك وتعالى وينزه أولياءه وأنبياءه فيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن مجاهدة النفس أن نجاهدها على أهم المهمات، على أهم الأشياء، الأولى في الأولى، أن نقدم الأولى في الأولى. كم تدعونا نفوسنا إلى التفاهة والسفاهة وإلى سفاسف الأمور وإلى الكسل وإلى النوم وإلى الدعاء، أشياء كثيرة تدعونا إليها النفس وهي تصدنا عن دين الله عز وجل. فيجب من ترتيب الأولويات في حياتك أن تهتم بالأمر الأول الذي ينجيك من النار، وهذا أهم شيء يهتم به الإنسان. ثم على ما استرعاك الله عليه من الأهل والأولاد والذرية وغير ذلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكذلك الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس يستدعي من الإنسان أن يكون واقفا على نفسه فيجاهدها على أن يخلص النية لله عز وجل، وهذا من أعظم ما نجاهد به أنفسنا، وهو تقويم النفس على الإخلاص لله عز وجل، أن يعمل الإنسان عملا لله سبحانه وتعالى. لأن الناس لكل عامل إما مادح وإما ذم، كل واحد يعمل، كل واحد راه يعمل، هذاك اللي ما يعملش راه ملائكة، المتفرج اللي قاعد يتفرج راه يبان ملائكة. ولذلك أي إنسان راح يكون قاعد يصلي مع المسلمين مستحيل راح نقول له بلي أنت تقدر تغلط في القرآن، ما دام هو لو يصحح للإمام سهل عليه مش مشكلة، يبان أضبط الناس. ولكن لو كان تخرج هذاك الإنسان اللي راه يصحح للإمام وتقول له اقرأ القرآن الكريم يغلط، لماذا؟ راح يدخل في الميدان راح يبدأ يعمل، وكل واحد فينا يعمل راح يغلط، إذا ما غلط معناتها هذا يشكوا فيه بلي ماشي بشر، معناتها هذا الإنسان راه ملائكة برك ربي داروا صورة بشر، هذا ما كان. لذلك كل عامل يخطئ، ليس العيب أن تخطئ، ماشي العيب أن تعمل وتخطئ، العيب أنك ما تعملش أصلا، هذا هو العيب. العيب أنك تتفرج فقط، العيب أنك تعلق فقط، العيب أنك تموت وليس لك بصمة في المسلمين، هذا هو العيب. أما أن تعمل وتخطئ كلنا خطاؤون، كلنا ما دامنا نعمل نخطئ، وكل ما تكون مجتهد أحسن وهمتك أكثر وإنسان تقدم أكثر راح تزيد تغلط أكثر، وهذا ليس عيبا أصلا، العيب أنك تصر على خطأك فقط، هذا هو. أما أنك عامل أكيد أنك تخطئ، قدموك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس أغلط في القرآن، أغلط في القرآن اللي هو ينزل عليه. فلذلك الإنسان لابد عليه أن ينظر إلى هذه المكانة تاعك وراه أنت إلى أين هي مكانتك. وكلنا إذا
وقفنا في أوجه الناس وبدينا نخدمه أنا نعمله، لابد علينا إما أن نسمع ذما أو نسمع مدحا. فالممدوح كي تسمع مدح لازم تجاهد نفسك، وكي تسمع ذم لازم تجاهد نفسك حتى تبقى لله تبارك وتعالى. وهذا من أصعب الأشياء، لأنها صعبت على من؟ صعبت على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والإمام بن معين وعلي بن المديني وأباطرة الإيمان ورجال الإيمان والناس الذين كانوا أمراء المؤمنين في الحديث والناس الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. هؤلاء كانوا يجاهدون نياتهم، يجاهدوا النية، لأن النية صعبة جدا، وهذه من أحسن ما تجاهد به نفسك. لماذا تصلي؟ لماذا تأتي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تفعل؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تطعم أهلك؟ هل تنوي لله أم لماذا؟ لماذا تفعل؟ يعني كل عملك لله. ولهذا احنا عندنا شعار، لو كان نحو شعار هذا نضيعه. وشنو هو الشعار هذا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن بعد أداوك ما أداوكش، حشمك ما حشمكش، شكرك ما شكركش، أنت ماشي لله. قطار لله لا يتوقف، القطار تاع لله والله ما يتوقف، أما غير تلتفت راح تتوقف. وهذا الذي يجب على الإنسان أن يعالج نفسه فيه. ولهذا مجاهدة النفس على الإخلاص وحسن النية هو أمر تعالج فيه، وهو شرط لقبول العمل، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الكهف التي مرت معنا، ويقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شوف هذه الجملة تاع الحال، هذا الحال، هذا مخلصين، هذا مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي يجب أن نقوم به، وهو الدين القيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نلتزمه، وهو أن تخلص النية لله تبارك وتعالى. وزيد على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وجهاد النفس عنده مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم جهاد النفس مراتب أربع، يعني أربع مراتب. قال الأولى مجاهدتها على تعلم الهدى ودين الحق. أنت الآن شوف تعلم الهدى ودين الحق، يعني أن تهتدي، والهدى هو معرفة الحق والعمل به. الآن أنت باش تتعلم الدين بالجموعة كي تجي لازم تجاهد نفسك وتقعد وتستنى، والإمام شحال راح يتكلم، شحال يريح، شحال دقيقة، شحال، وهذيك شحال وانت قاعد وأحيانا تتعب. هذيك مجاهدة النفس على حضور الحلقات والدروس وغير ذلك، هذه تعلم الهدى، تتعلم باش تتعلم الخير، تتعلم الدين. كي تتعلم الدين ومن بعد تزيد جاهد نفسك باش تخدم بيه تاني. دوك انت كي جيت وجاهدت نفسك وقلت دوك نروح نحضر حلقة عند الشيخ من المغرب للعشاء، لازم خلاص ما كاش فيها، ما تقول لي لا نشوف ماتش ولا ندير ولا، من المغرب للعشاء قاعدة حلوة في الدار، بصح نروح نجاهد نفسي نروح نحضر الدرس من المغرب للعشاء. هذيك الجلوس تاعك في المغرب للعشاء اك تسمع 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 تسمع، سمعت ما شاء الله، استفدت، خلاص جاهدت نفسك، قعدت تعلمت. كاين حاجة دوك تزيد جهد نفسك عليها، وشن هي؟ أن تعمل بما سمعت. لأنك دوك الآن أنت لو كرك تأكل في الرشوة، وأنا تكلمت في الدرس على الرشوة، أنت جيت جهدت نفسك حضرت للدرس ومن بعدها تقول لي هذه على بالي واستفدت وسمعت، دوك لازم زيد جهد نفسي ما زيش ناكل. سمع هذاك المدخول اللي كان يدخل نحبسه. شفت كيف الآن الوليت ولي لازم جاهد نفسك على العمل بالحق. جهدت نفسك باش تتعلم الحق، وجهدت نفسك باش تعمل بالحق. فهذا الجهاد أول مرتبة من مراتب الجهاد، أول مرتبة جاهد بها نفسك هذه أنك تتعلم الحق. شوف الآن من منا اليوم يقدر يفتح الهاتف ويفتح كتاب ويقرأ كتاب؟ من منا إلا والنفس يقول لك غير هذوك كما يقولوا شورتس، غير هذوما الفيديوهات القصيرة برك فقط، هذا وش يساعدك أنت؟ حتى فيديو طويل ولات النفس ما تقدرش تشوفه. فلذلك الآن ماذا بك هذا غير تشوف لقطة زوج وطلع وطلع وطلع، لأن النفس يتحب ترتاح لتما اللي ما فيها حتى فايدة، ما كاين والو، ما كاين حتى فايدة، يعني فوائد خفاف ممكن تحصلها إلا إذا كنت تتعلم دين أو تسمع حاجة تاع درس أو غير ذلك. أما الأمور الأخرى أكش فايدة إلا إذا كانت حاجة فايدة دنيوية. أما كنت تقرأ كتاب باش أنت تثقف، باش أنت تملأ نفسك، باش تولي عندك معلومات كما يقولوا رصينة مليحة، باش تفتح كتاب وتقرأ صفحة مر صفحة وتقرأ بالعقل بالعقل، ويعني وعينك تتعب وانت تتعب باش تلحق للمعلومة وتبقى تتبع في الكتاب هذاك لربما 300 صفحة ولا 400 صفحة ولا شحال، لازم لها جهاد. فالآن العلم عنده جهاد تاعه، صعب العلم ماشي أي واحد، على ذيك ما عطاش ربي للناس كامل، ما عطاش ربي لأنه فيه جهاد.
جهاد النفس على الإخلاص، وجهاد النفس على التعلم، وجهاد النفس على العمل بهذاك العلم تعلمته انتهى. الأمر الثاني مجاهدة النفس على العمل بعده به بعد علمه، هذا المرتبة الثانية. إذا كما قلنا أنك بمجرد ما تتعلم الحق لازم تروح للمرتبة الثانية وهي أنني نعمل به. المرتبة الثالثة مجاهدة النفس على الدعوة إلى الحق. يعني الآن دوكا أنا تعلمت وليت نخدم، الآن كاين مجاهدة، كاين ناس ممكن كان نقول له بدأ تصلي يتخاسر معايا يبدل النظرة تاعه، كاين ناس لو كان نقول له اتق الله وحبس هذيك الحاجة ربما راح إن نسمع منه حاجة مش مليحة، كاين ناس لو كان نقول له الله يجازيك نقص شوية الغنى بالك يتضارب معايا. إذن كاين جهاد باش تقدر تولي عندك جرأة تتكلم مع الناس بالتي هي أحسن وتجاهد مرتين. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر عنده جهاد من جهتين، جهاد نفسك باش تقدر تتكلم وتولي عندك جرأة وتتكلم وتنحي الحياة وتتكلم تقول يا فلان اتقي الله هذا الشيء ماشي مليح شك تدير دوكا، يعني لازم تخاف الله. دوك يقول لك وين تعرفني هذا الانسان، يقول كنت واش دخلك، يعني يقدر يقول لك كلام هذا. اذا انت لازم تحتاج الى مجاهده باش تتكلم معه وتصبر عليه. وعندك مجاهده تاع نفسك الداخل انك اذا كان جاتك الاذى لازم تصبر، احتولي بعدك يقول لك كلام بعد انت باش تعاود ترجم الكلام هذاك، ولا تقول اني صائم اني صائم، ولا تقول انا هدرت مع اهل الله واني قوي عليه بصح نصبر لله، ما دام لله نصبر وخلاص خليه يسبني انا نحتسب الاجر عند الله. تقدر تجاهد نفسك على حاجه كيما هذه ثاني لازم لها جهاد، ولهذا الصبر على الدعوه كذلك. وزيد على ذلك ان يجاهد النفس على الصبر على مشاق الدعوه الى الله واذى الخلق، وان يتحمل ذلك كله لله كما ذكرنا في المرتبه الثانيه. يعني بعد ما تدعو الى الله زيد تصبر باش تصبر على الخلق اجمعين. ولذلك ربي وش قالنا في سوره العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر. شوف يعني قال العلماء يعني الاصل في الانسان كي يخلق هكذا وكان يخليه ربي كيما راه بالتركيبه نتاعو ظالم وجهول وقاتور وغير ذلك كان يطلقوا جهنم مباشره، ولكن لما يهديه الله ويعطي له العلم ويخليه يتبصر ويبعث له العلماء ويشوف المساجد ويسمع الاذان ويقرا القران، هذا شغل واحد يرجع من الانسانيه الطينيه تاعو الى ماذا؟ الى السماويه تاعو المكان الرفيع اللي ربي ارادها منه. اذا الهدايه هذه كان يدخلوا حوايج بزاف يعلموك باش يخرجوك من الانسانيه تاعك، لان انسانيتك واش فيها؟ فيها ظلوم وجهول وغضب تفعل كلش، كان خلوك انت وروحك برك، راك تهلك الدنيا وتهلك روحك، ولكن باش تتقوم لازم تسمع وتستفيد وغير ذلك. اذا الاصل في الانسان وكان تخليه كما راه في خساره كبيره، جاهليه جهله، ولذلك كاين واحد العصور مروا علينا في الحياه. غير ربي يقتلع العلماء تشوف الامه راحت كامل في جاهليه جهله، غير ربي ينحي العلماء تولي الامه وش يولي؟ ونعاودوا نولوا الانسان، والانسان كي يولي الانسان يعيش بهيميه من بعد. ولذلك دائما لازم علم، نسقيوا الامه بالعلم. هذا العلم هذا اذا بمجرد ما يروح منا احنا نولوا في خساره، ولذلك ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا، خلاص كي تبدا تسقي في نفسك بالايمان والعلم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذو الربع المراتب تاع الجهاد، جهاد النفس الموجوده في سوره العصر. ولذلك كان السلف رحمهم الله اذا اجتمعوا اجتماعا وجلسوا جلوسا قرأ بعضهم على بعض سوره العصر، يقرأوا سوره العصر في نهايه المجلس، يقرأوا على بعضهم البعض سوره العصر تذكيرا بهذه السوره العظيمه التي قال الامام الشافعي رحمه الله عنها لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على خلقه الا هذه السوره لكفتهم. السوره هذه بركره منهج تمشي به في مجاهده النفس. لماذا؟ لان الدين مبني على مجاهده النفس، لان الدين مبني على مجاهده هذه النفس الاماره بالسوء. لو كان ما نحكموهاش ونراجعوها في بدايه هذا رمضان ونجلس وناخذ انفسنا وناخذ قائمه، خذ قلم وخذ ورقه واكتب كل عيوبك بينك وبين نفسك، وقول هذه العيوب 30 رمضان لازم ما تكونش موجوده، هنا يكون الانسان ناجحا في رمضان. اسال الله ان يهديني واياكم، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، اعلموا أن من أنواع مجاهدة النفس أن يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى والمثابرة عليها، المجاهدة على أنك تؤدي العبادة وأن تداوم عليها. يستطيع الواحد منا أن يأتي صلاة من صلوات الله عز وجل الخمسة التي فرضها علينا في أبهى حلة ومبكرا للصلاة ويؤدي بخشوع وفي أحسن صورة، يؤدي ربع ركعات تاع الظهر ولا ربع ركعات تاع العصر ملائكة يؤديها، يؤديها ما شاء الله في سجوده ويبكي فيها
ويكمل يجيب الأذكار ويروح في الدار بخشوع. بصح يقدر يدير هاد الحاجة، يقدر يديرها مرة موراها ما يجيش يصلي. يعني موش بطل هذا، موش ناجح. الناجح من؟ الناجح الذي يثابر يكمل. أما جاء صلى وما شاء الله أسبوعه والله يبارك ما شاء الله وبعد حبس ما نجحش. شكون اللي ينجح؟ ينجح الإنسان الذي يجاهد النفس على أن يستمر في ذلك الأمر، يستمر في تلك الطاعة، يستمر وهو مقلع عن جلساء السوء، يستمر وهو مقلع عن المعاصي. هذاك الاستمرار هو النجاح. أما أنك ترجع وترجع، كأن الناس دخلوا في الإسلام ولو صحابة عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا ولو كفار، بعد وهم قلة قليلة ولكن ولو كفار. يعني شوف الآن، نسأل الله السلامة والعافية، لإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه ويدعو ربه أن يثبته ويبقى على تلك الطاعة. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلينا إشارة في دعاء كان يكثر منه، وعلمه من؟ علمه صحابته الكرام، وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا أحد يعينك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يثبتك إلا الله عز وجل. الثبات من الله سبحانه وتعالى، ولهذا أنت اجتهد وادعو ربك أن يثبتك على طاعته سبحانه. ومنها مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ترك المحارم، ترك الحرام لازم جهاد، لأن النفس تعلقت به خلاص كل يوم، خاصة الأمور التي يدمن عليها الإنسان من النظر إلى الحرام، الأفلام الإباحية وكذلك المخدرات والخمور ومعاشرة النساء بالحرام وغير ذلك من الأمور اللي خلاص النفس تعلقت بها. هنا الإنسان يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة تبدأ من أين؟ باش يكون إنسان صارم. وش يبدأ؟ يقول لك بلي هذا هو الحل الوحيد باش نسلك من النار، أني نجاهد نفسي ونحبس هذا الشيء. ما كاش حل آخر، ما كاش قفلة وما كاش دواء وما كاش حاجة أخرى، ما كاش طبيب، ما كاش حتى حاجة. كاين أنك أنت تقول أنا هذه يا نحبس يا جهنم، هذه الحكاية. كاين زوج طرقان، إما دوك نحبس ونجاهد نفسي نسلك، ما حبسش كاين جهنم. طريق واحدة كاينة، هذا مكان طريق تاع الله تاع التوبة. لما يعلم الإنسان هذا يبدأ في الجهاد، يجاهد هذه النفس ويقلع عليها بكل حزم وبكل صرامة. لماذا؟ لأنه علم أن الطريق الوحيد هذا الأصل في الإنسان أن يعمل عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم، سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن قوم يشتهون المعاصي ولا يعملون بها. عمر بن الخطاب واش قالوا له؟ قالوا كاين الناس يتشهوا المعصية، احنا نتشهوا المعصية بشر، ولا يعملون بها على خوف من الله سبحانه وتعالى، رانا مخلينها لربنا سبحانه وتعالى، على جال ربي ما درناهاش. واش قال ربي عز وجل عليهم؟ عمر واش قال؟ قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم درجات لهم مغفرة واجر عظيم. امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحان من الله. شوف المعاصي قادر، انت راهي مخلية عليك الكره تاع الدار والديون وغير ذلك، وراك خدام في وظيفة تقدر تدخل دراهم بصح بالحرام، تقدر تنفخ الفواتير، تقدر تضخمها، تقدر تختلس أموال، تقدر تأخذ رشوة، تقدر تفعل أشياء كثيرة، تقدر بدل ما تدخل الحسابات للشركة تدخلهم ليك، تقدر تدير أشياء كثيرة. الخيانة سهلة، ودراهم الحرام أسهل ما يكون، ما مش قفازة. إذا الإنسان هذا راه في جهاد كبير، ما يأكلش الحرام، قل كان نبقى كيما راني قادر ناكل الحرام بصح والله ما نمسو. هذا الإنسان قال الله عز وجل عنه، هذا الإنسان أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الحرام عند فمه ولكن ما كلاهش، لهم وش عندهم بعد الجزاء؟ مغفرة وأجر عظيم. عنده مغفرة من الله بسبب هذيك الصبر هذاك، وأجر عظيم عند ربنا عز وجل. والمجاهدة أولها صعب، يقول العلماء المجاهدة أولها صعب فلا اقتحم العقبة، تطلع شغل في عقبة جيك صعيبة، وآخرها عذب. أولها صعب وآخرها عذب، مع الأخر ذوق حلاوة تلك الأمور التي تركتها، ذلك الترك الذي تركته لله. ولهذا قال أحد الصالحين: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي. نفسه جرها، يجر فيها وهي تبكي، جايبها من المعاصي. قال سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، قال فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. قال جبت نفسي وهي نجر فيها وهي لله، جايبها من الحرام وجايبها ندي فيها المسجد عند ربي سبحانه وتعالى وهي تبكي. قال ما زلني معاها نصوقها عند ربي حتى ولات تمشي معي وهي تضحك.
هكذا النفس. لماذا؟ لأن النفس كالطفل، النفس كطفل صغير، إذا كان أهملته شبع على الرضاع وإن تفطمهم فطمة. يعني إذا كان الطفل صغير كما يقول الشاعر، يقول الشاعر، يقول الطفل الصغير هذا راه كما النفس كالطفل، النفس كالطفل إن تهمله شبع على الرضاع وإن تفطمهم فطمة. يعني هذا هو الأصل فينا إحنا. لو كان الطفل هذا تخليه المفروض يرضع عامين، لو كان تخليه يلحق 10 سنين مازالو يرضع في إمه، بصح واش دير له انت؟ لازم يجي النهار يتخذوا القرار الوالدين، يقول لك حبس له الرضاع، خلاص خلاص هو كبر، حبس له الرضاع، ويبقى يتعلق بإمه، ومن بعد وحده وحده كتقول له إمه روح ترضع، ما يحبش يرضع، خلاص النفس مشات. هكذا نفسك تجيبها في البداية تحب تعاود تولي لهذيك المعصية، ولكن بعدها لما تأكد عليها مليح 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 تولي هي تقولها تطلقها ما تعاودش تولي معصية. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، ولا ننسى إخواننا في غزة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصرهم على عدوهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يسقيهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين يا جبار أن تكون لإخواننا في غزة. اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم نصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم، اللهم شتت شملهم وأضعف قوتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم يا جبار اقسم ظهرهم وأرنا فيهم ما يثلج صدورنا، اللهم أرنا فيهم قوتك وبطشك وغضبك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا فإنهم مخذولون، اللهم إنهم قد خذلوا يا رب العالمين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، إنك أنت العزيز النصير. أقول هذا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.